السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متفائل لمباراة الإسماعيلي مع النادي الأهلي. إن شاء الله الإسماعيلي هيعمل نتيجة طيبة ضد النادي الأهلي. وقبل النتيجة أنا عايز سلامة اللعيبة سواء الأهلي سواء الإسماعيلي، والجمهور يرجع لبيته مستريح، وإن شاء الله تكون مباراة طيبة. عايز أقولك إن جريده مطمن لمحمد فوزي، جريده مطمن لمحمد فوزي، أو ثقته عالية جداً محمد فوزي، مقتنع بمحمد فوزي. يعني محمد فوزي هو حارس مرمى النادي الاسماعيلي الفترة القادمة مع جريده. هتقول لي الاسماعيلي جايب محمد كوكو؟ محمد كوكو ما اقنعش لسه جريده، ما اقنعش جريده. فاذا حارس مرمى الاساسي للنادي الاسماعيلي في الفترة القادمة هو محمد فوزي. تعال نخش بقى تفاصيل المعسكر او الاعدادات نادي الاسماعيلي لمباراه الاهلي، اللي هي ليها خصوصيه، لان يعني انت غير ان هي في اول الدوري وغير مسابقه الدوري كلها، مباراه الاهلي عند الاسماعيلي وعند جمهور الاسماعيلي ليها استعداد خاص. يعني جريده بيكثف التدريبات وبيشد من الناحيه الهجوميه والضغط، ان الضغط خط النص. طبعا احنا عندنا خط نص بسم الله ما شاء الله، يعني احنا عندنا دلوقتي صالح جمعه ومحمد حسن وعندنا محمد مدبولي وعندنا نجوم كتير، عندنا تكتل في خط النص رهيب جدا، زي اللي عندك جناحين محمود الشبراوي وعندك عبد الرحمن مجدي. يعني انت عندك منتخب بيلعب في خط النص بالنسبه للنادي الاسماعيلي. وعندك بقى النجم الصاعد حازم مرسي، حازم مرسي حكايه، هداف خاص من طراز خاص، وهتتفرج عليه في الدوري كويس جدا. انت يمكن ما شفتوش في الفتره اللي فاتت اللي هو كان مع فريق الشباب، ويمكن لسه هتشوفه مع منتخب الاولمبي ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله هيكون هداف الدوري. حازم مرسي هداف الدوري ان شاء الله باذن الله، بجانب باسم مرسي وياو انور اللي هو جناح اساسا، ياو انور وكولوبالي عبد القادر، كولوبالي راس حربه تحت السن برضه خطير، ولد صغير جدا، وان شاء الله باذن الله هنتفرج على كوره ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله انا عايزك تكتب لي توقعاتك لمباراه الاسماعيلي والاهلي القادمه، توقعات مباراه الاسماعيلي والاهلي القادمه، اهلاوي اسماعيلاوي اكتب لي النتيجه، اكتب لي كده. ما مش عاوزين نتضايق من بعض، عايزين ناخد الموضوع كده ان احنا